الطبخ وتحضير الطعام فن مثل غيره من الفنون، ونسمع أن فنانين يعزفون على آلات موسيقية، لكن ضيفنا في هاي الفقرة راح يعزف على أوتار المعدة بأكلاته اللذيذة. يا مرحبا بك الشيف ثابت. يا هلا، الله يسعد مساكي اخت عبير. اهم شيء اليوم تعزف على اوتار المعده. تعزف على اوتار بطني اليوم ان شاء الله. نورتنا، مساء الخير. يعني قدومك جميل وقدومك يحمل صوره جميله ووجه جميل ورائحه اكل جميله. شكرا كثير. الله يعطيكم الف عافيه، وانا بتشكركم على استضافتي بقناه الظفره المميزه. يعافيك ربك. عفا عليك. زين شيف، في البدايه نتحدث، أنا مكتوب عندي الشيف شامل أصيل. نعم. شو قصة شامل أصيل؟ شامل أصيل اسم قناتي ومواقع التواصل الخاصة فيني على السوشيال ميديا. نعم. ومعروف كمان باسم ثابت. أنا اسمي الأصلي ثابت. صحيح. ثابت، أنا طلعت من سوريا بسبب الصراع اللي كلياتنا بنعرفه، الحمد لله، وطلعت من بداية الأحداث ورحت للسويد، وبالسويد اشتغلت، حاولت وصل الأكل الدمشقي، الأكل، لقيت الثقافة تبعهم بعيدة، لأنه بعيدة هي عن سوريا تحديدا. فعملت أكل، عملت هيك الوصفات السورية، الوصفات الشامية، أعجب الناس فيها، صرت صور وبعت صور، لقيت إعجاب كبير. من وقتها عملت القناة وسميتها شام الأصيل، إنه تنتسب لبلدي اللي هي الشام. صحيح. اكيد. نعم عبير، احنا اكيد مكملين وياك شيف، بس خلونا بعد هذا المقطع بنتعرف عليه اكثر، نشوف مقطع ويا بعض ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني، واليوم وصفتنا قديمة كثير، يعني اكل كثير كثير طيبة وبنفس الوقت مفيدة، كثير رح تعجبكم ورح تدعوا لي عليها. تطلع معكم وصفه يا ميلتي على الريحه، يعني من دبنه سقيله اقيديني. والله لقمه لا يغلى عليها. يا سلام، فيها عين، الصوره تتكلم، وان شاء الله راح تدعوني عليها، واذا عجبتكم لا تنسوني من صالح دعائكم. شيف ثابت، لو بتعرفنا اكثر عن الشام الاصيل، هل هو شيف موهوب ولا؟ شوفي، موهوب كبيرة، وإن شاء الله إن شاء الله بتمنى أكون موهوب. يعني أنت تشوف عمرك موهوب أو هاوي؟ نعم. بالطبخ. بين الاثنين. ما فيني أقول موهوب، لأنه قد ما تعلمنا بيضل ناقصنا. متى بدت عندك هاي الموهبة؟ هاي أنا ربيت ببيت أهلي، بابا، جدي، عمومي، كله يعني البيت كله، اخواتي كله بيشتغل بمصلحه الاكل والشرب. اخذتها وراثه يعني. نعم نعم، وراثه ابا عن جد. نعم اكيد. نتحدث عن السوشيال ميديا. نعم. شو اللي يميز شامل الاصيل عشان يخلي الناس تتابعه وتاخذ وصفاته؟ يعني قبل كل شيء توفيق رب العالمين، وربك اذا حب عبد بحبب خلقه فيه. أكيد. الشغله الثانيه انه انا بوصفاتي بقدم مثل ما هلا عم حاكيك، ما بستخدم كلمات صعبه يفهمها الكل، وصفات تكون بمكونات سهلة ومتوفرة، وإذا ما كانت متوفرة بحكي البديل عنها شو هي. فانطلقت وتعلمت كثير من الصبايا اللي جداد، اللي متزوجة جديد، واللي طالع، واللي سافروا برا سوريا مثلا، بيتابعوا وصاروا ما شاء الله شيفية يغتلعي. أكيد. صح. وهذا الشيء الحمد لله لقى إعجاب، ومن نسبة المشاهدات واللايكات أنا لاقي أنه الحمد لله عم لاقي إعجاب، والحمد لله التوفيق من رب العالمين، كل ماله الحمد لله للأحسن. الحمد لله الحمد لله. زين الشيف ثابت، لو تخبرنا شو اللي يميز وصفاتك بالضبط؟ المكونات السهلة. المكونات السهلة وطريقتي بالتعامل، استخدام أسماء بالمكون، يعني الشغلات السهلة، والحمد لله الدراما السورية وصلت لغتنا والحكي الشامي لكل العالم. نعم. يعني حتى بالمغرب العربي هلا بحكي شامي كلهم بيفهموا علينا مثلا. فالمصطلحات كانت كثير سهله، ومثل ما قلت لك مكونات سهله. جميل. صحيح اكيد. زين الشيف دائما او حد بيطبخ اول طبخه دائما يا يحرقها يا يرميها.
نعم صحيح. مثلي أنا لما كنت أسوي العيش يطلع مهروس. أنا ما أسوي العيش. مرة ورد عيد أكيد. أنا الأندومي اللي تصب فوقه مي بس حار أحرقه. كيف أنا لو طبخت عاد مول. زين. يعني أنت هل قبل يعني أول بداياتك حرقت طبخة ولا شيء؟ طبعاً. خبرني أهم شيء عن أول تجربة طبخ لك. أكيد. أول تجربة يعني حاول أنا أساوي الأكلات. أكيد البيض. شوف الوالد. شوف الوالد. شوف الوالد كيف يعمل كيف يساوي كيف يفتح العجين. حاول أساويها أنا بشقفة قماش أعمل هيك حركات الإيدين. يعني لأنه بعشقها عشق يعني لمهنة الأكل والشرب والتحضير. فأكيد صار معي هيك. ومرة يعني صار معي نفس الفصل اللي تحكي عليه. إيه والله. أكيد. إيه والله. كان عنا خروف محشي. والوالد أمن فيني إني بس قال لي بس اسلق لي الخروف بس اسلق لي يعني بس ونص سلقة ما يكون لأنه لسه بده يتكمل بالفرن لأنه خروف محشي بده يتكمل بالفرن. أنا حطيته وكانت 5 الصبح صلينا الصبح وغفلت طلعت سودة العظم لحال واللحم لحال وشوف المشكلة بدك تجيب خروف وتذبح من أول وجديد وتسلق كان يا لطيف يوم صعب. أكيد يوم تحرق يكله عاد تروح وتأخذ حجة شباب لا تزعلوا يا جماعة لا تزعلوا ما في شيء يزعل بنطلب بيتزا ويا بعض تعالوا ناكل ناكل مع بعض. ما أدري شو رأي شيف نروح هناك نتعرف على كلاب شيف شو رأيكم بعد إذن المخرج أستاذ حسن. صح قبل لا أروح هناك زين هذا خبرني أنا وايد متحمس للأكل عشان قبل لا أروح قبل لا نصير على الطاولة في مقطع فيديو خلونا نشوفه ويا بعض. وبجيب ميزان وبدي اقطع منهم للعجينات تقريبا بحدود 30 جرام 30 جرام تطلع هيك الكعكه يعني غرض مشان تغميس بكاسه حليب بكاسه شاي او هيك مع اي شيء بدكم يعني تاكلوها انتوا هيك بتحطوا كمان الحجم اللي بدكم اياه بدكم اكبر بدكم اصغر هي تقريبا بتطلع 30 جرام إذا الله ما خيبنا بسم الله. لك شو هاد؟ لك شو هاد؟ لك شو هاد يا أبو أحمد؟ لك شو هاد معقول؟ 30 جرام اللهم صل على النبي حولي صلوا على النبي. يعني شو هاد يا أبو أحمد؟ كيف جبتها 30 جرام على طول طلعت 30 جرام ما شاء الله. كيف هذا السر شو هالسر؟ الممارسة كثر الممارسة بيتعلم الواحد. يعني الحين لو أعطيتك أي شيء توزنه بيتضرب. إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بضرب تست. بس مشكلة ما عندي وزن. ونسير نوزن الأكل اللي موجود عندنا هناك. يلا خلينا نتوكل على الطاولة. يلا بسم الله. طبعاً اليوعان قدام. ما شاء الله تبارك الرحمن هذه مائدة الأحلام الله يبارك عمرك يا رب يعني الريحة تقول كل شيء الله يخليك وأكيد الطعم بيقول أكثر الله يخليك يا رب زين من ناحية هذا كله مطبخ سوري نعم أكيد. نعم زين المطبخ السوري شو اللي يميز المطبخ السوري عن المطابخ الثانية والله ليك مطبخ تقريبا بلاد الشام كله قريب من بعضه عندك الأردن لبنان سوريا حتى تركيا يعني كله قريب الأكل من بعضه بس الأكل السوري مميز مثلا الكباب الأوزي هاي الأكلات مثلا بغير دول ما بيعرفوها صحيح. المقبلات الكباب بالذات الكبة في عدة أنواع هذه. الكبة المقلية الكبة البلصينية الكبة النية في كتير أنواع ومنها كمان نمتاز بالمقبلات بالفتوش نعم مثل التبولة الله نعم الله الله طيب شيف ثابت شو أضافت لك الشهرة الشهرة زادت الخبرة الحمد لله صرت تبحث أكثر تدور أكثر تطلع أشياء أكثر أكيد زين شيف أنا أعرف إن الشيف دائما ما يحب يأكل صح الكلام ولا لا لأن يشم ريحة الأكل أيضا ما شاء الله الله يزيد بالنسبة لك أنت شو أحلى أكلة عندك كمطبخ سوري والله يعني بحب الأكلات اللي فيها اللبن الشاكرية الكبة اللبنية بحب الأوزي بحب ما في أكلة بكره هذا شو الأوزي أنا هذا نفسه هو ورق اللي بنستخدمه للحلويات للبقلاوة هذا بيقلبه فيه رز بزاليا رز مع بزاليا مع اللحم الموزات هذا مش حلويات يعني لا لا بس لا, الورق لا اللي هذا رز وهذا بس يكون سخن أكلة رائعة نفس الخبز اللي يسوونه المطاعم الهندية لما يكون داخله برياني
نفس الفكرة. نعم. هذا اللي بس هذا عجين كثير كثير رقيق. اي خفيف العجين. نعم. بين نعم. عليه. نعم. وهذه قلتي عبير انت سالتي عنها هاي الشاكريه صح؟ هاي الكبه اللبنيه. لا الكبه اللبنيه نفس تقريبا لهي الكبه بس هي مقليه الي هي بتنحط وبتنطبخ مع اللبن. وبيميزها هي العشبه اسمها الطرخوم يعني هي بتعطيها نكهه طيبه كثير كثير. انت قلت عشبه وطرخوم. نعم. شو اللي كلمنا اكثر عن التوابل اللي عندكم اللي انت دائما تميز الاكل الشامي. يا ستي ما انت بس زوري بس ان شاء الله تزوري سوريا وتروحي لمنطقه كده. اسمها البزوريه. لو كانت مسكره المحلات انت تستنشق هيك ريحه البهارات مشهوره كثير بهارات سوريه الحمد لله ومتنوعه كثير وعندنا الزعتر وعندنا الاعشاب وعندنا الادويه بالاعشاب الطبيه كثير كثير في انواع بهارات. اي نعم. طيب انا جهزت صحن السموحه منكم. انا ان شاء الله عوافي عوافي والف سنه صحنها ان شاء الله عوافي والف سنه. تفضلي. تسلم. تسلم. انا جاهز الحين اللي ياكل يعني انا الحين مثلا مزاجي عالي فنفسيتي يعني مفتوحه للاكل. أكيد. بالنسبه للشيف هل المزاج يخدم؟ طبعا طبعا واهم شيء المزاج طبعا طبعا اي 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 شغله اذا عم تقرا كتاب واذا كنت متوتر ما راح تعرف تقرا. ما تقدر. نفس الشيء اذا موسيقي عم يعزف وما كان رايق ما راح يعرف يعزف. وهي نفس الشيء الاكل على طول بده رواق يعني اذا مو مروق انا ما بنصح حدا يفوت على المطبخ وياكل جاهز احسن. شيف انت معروف ان الطبخ للحريم. نعم. هل زوجتك تدخل المطبخ ولا تخليك انت تطبخ بامانه؟ والله ليكي لك ما راح اكذب عليك كثير بيجيني بالتعليقات انه نيال مرتك انه مريحه من الطبخ ما لهم عارفانين. والله انه انا ما بفوت على المطبخ الا وقت بدي احضر وصفه واكثر الاوقات بشهر رمضان او اذا كان في اكثر من طبخه بفوت بساعدها. ابدا ولا هي اللي بتطبخ وهي اللي بتعمل وخاصه انه هي ربيت يعني ببيتنا انا تزوجتها كان عمرها 16 سنه ما شاء الله ايه وربيت بهالمطبخ الحمد لله علمتها الطبخ يعني ايه طبعا طبعا تعلمت. نعم. هذه الكبه بوريها المشاهدين شوفوا الكبه وين الكاميرا هذه ها هاي الكبه المقليه بتتميز عنا انه تكون العجينه رقيقه تكون اللحمه مستويه. المخرج قاعد يقول لي يامي يامي ما بتشوفها ما بتاكلها حقي انا بس هذه ان شاء الله الف انا يا رب ان شاء الله مليون. شيف لو نتكلم عن موضوع كيف ان الواحد تعرف ان الشخص هذا طابخ بمزاج حلو او مزاجه مو بحلو تقدر تفرق؟ طبعا من الاكله. هلا في ناس بتحب الاكل استواته مثلا نص استوى ناس بتحبه مستوي ناس بتحب البهارات ظاهره ناس سبحان الله اذا الاكله مو ظابطه دغري مباشره بتبين معك. بيبين. ايه صحيح صحيح هذه اللي باللبن شيف صح؟ نعم. شو تفرق عن الكبه العاديه بس اللبن؟ هي لا هي مقليه الي هي بتنطبخ مع اللبن هي بتكون الكبه نيه ومقليه بس نعم لا هي مطبوخه مع اللبن. مطبوخه مع اللبن مو مقليه. وحشوتها بتختلف شوي. لذيذة والله. نعم ان شاء الله الف هنا ان شاء الله الف هنا وتمنيت تكون التشكيله اوسع اطبخ عندكم. لا فعليك. وتكون التشكيله اوسع اي والله ويكون الاكل سخن اكيد. انزل هذيك تدوقي لي يالنجي. شيف انا وايد عيبتني هذه. شو نعم. سميتها قدامنا الحين على الكاميرا اباك تقول لنا الوصفه مال هذه نبي نعرف الوصفه. على عيني على عيني وراسي. شو وصفتها هاي؟ وصفه الكبه اللبنيه. كل كيلو لبن بينحط له 3 معالق نشا تقريبا حسب جود يعني حسب سماكة اللبن وجودته. اللبن بنحط له حوالي 3 معالق نشا وبينخفق على البارد مع النشا وبعدين بنحط على نار هادية وحتى يغلي وبنكون مسبقا مجهزين الكبة. الكبة هيك أنا مجهزة وحاكي عليها بقناتي وكيف الطريقة يعني من الواحد للثلاثة كيف القرص يطلع معنا رقيق وبنفس الوقت ما يفتح معنا باللبن. بس غلى اللبن الكبة جاهزة بنسقطها بهاللبن وبنخليها تغلي كذا غلوة ولحتى نشوف انه تقريبا هيك يعني صار قوامها تقريبا استوت خلاص بنطفي عليها النار وبنسكبها وبنحط لها بنزوقها للي بدنا اياه واهم شيء هي عشبه الطرخون. لذيذه جدا ان شاء الله. هذا انا جاني فضول عليه. نعم. قلت لي اسمه خذها بالقفشه ثانيه. هذا اسمه صح؟ نعم هذا اسمه الاوزي. ثواني خلني ارفعه بس عشان يبين على الكاميرا لاني اول مره اشوفه في حياتي. خلينا نشوفه ويا بعض. هذا طيب تسمح لي افتح لك اياها بس لحتى تشوف قلبه بصراحه. خله بيفتح انه هذا قفشه. ممتاز. ولا سكين. ما في سكينة بس حصرا لا بس خلنا نبينها الكاميرا. الكاميرا باينة عندكم هذه. أوكي الحين فتحها بعدها شوفوا كيف من داخل. هذا اللحم الموزات اللي بتتميز فيها اللحمة بتكون مثل الفستق يعني مستوية رايحة نيفة مثل ما بنقول نحن. شو أصل تسميتها؟
نفس الوقت نفس الوقت يا الله. تشبيه اللحم الموزات يعني ولا قصدك الأوزي؟ الأوزي الأوزي نفس الغوزي صح؟ نعم نعم بس سبحان الله نفس الغوزي. يعني في بتلاقي مثلا بيقولوا أكل اسمه الأوزي بس بتختلف تماما عن هاي. رحنا هيك سميناها. أنت قلت لي أجرب هاي، قلت لي اسم غريب، نحن نسميه ورق عنب. نعم ورق عنب اسمه يالنجي. هذا الاسم يالنجي. يالنجي هو كلمة يالنجي بالتركي يعني كذاب، يعني حشوة كذابة. هاي ما هي بلحمة ورز ولحمة، بتختلف عن اليبرق هذيك اللي بالرز ولحمة، فهي رز مع خضار، فلهيك اسمها اليالنجي يعني. نعم. ورق عنب ذكته إن شاء الله. شو المكونات؟ إن شاء الله ألف هنا يا رب. الله يعافيك. نعنا نعنا بندورة رز بقدونس دبس رمان، هي أهم مكوناتها. لذيذة. وين مطعمك؟ ممكن تعطيني العنوان؟ والله بتشرف. تشرف كبير لأني. يعني أنا غصت في بالعافية بالعافية ياسين يعان متوعد اليوم أن يتريى فقرة الأكل بفارغ الصبر من ساعة أتريى. لذيذ جدا. زين شيف هذه ما قلت لنا عنها. هي نفس الكبة هي تمام. شكلها تقول بسبوسة. نفس العجينة حسيت. نفس العجينة بس هي الكبة بالصينية. هي بتتميز بنحط لها طبقة كبة من تحت بصينية بنحطها وبقلبها حشوة لحمة مع بصل مع صنوبر، وفوق طبقة كبة تانية وبتتقسم هيك وبنعمل لها رسمات معددة كتير كتير طيبة، وكمان بنصحك تجربها. صحيح. زين هذه أحسها نفس العرايش، قريبة من العرايش. نعم عرايس. نعم. عفوا مش عرايس. العرايش. أنا قلت شو العرايش بعد استغربت. العرايش اللي هي الخبز وبقلبه وبيحطوا لحمة نفس كفتة. الملمس نفس. نعم. تقريبا لحظة تحب يبالها قفشة. هي. لا لا عادي الأمور طيبة. هذه شو قلت لي اسمها؟ هاي اللحمة الكبة بالصينية. الكبة في الصينية هاي. ها نبينها الكاميرا بس. خلتي الكاميرا عندها. هذه الكبة في الصينية وهم إلى بطني. إن شاء الله ألف هنا. إن شاء الله ألف هنا يا رب. إن شاء الله عوافي بألف هنا. هاي شو وصفتها؟ قلت لي كبة كلها. نعم نعم. من فوق للمشاهدين. أكثر أكلات الكبة تقريبا كيلو البرغول بياخذ نص كيلو. قبل كل شيء بده يكون برغل ناعم ويكون جودة البرغل جيدة. كل كيلو برغل بياخذ نص كيلو لحمة، ما نكتر له وما نقلل. وحتى في أنواع كمان بتصير كبة بدون لحمة، بس يعني الأساس هي كيلو البرغل نص كيلو لحمة وشوي نقع للبرغل ما نخليه كتير يتشتش، كمان بتطلع معنا أزرق كبة إن شاء الله. جميل. شو تقول؟ قول يلا اسكت. يلا شو تقول للريايل اللي ما يحبون يطبخون؟ وجه لهم رسالة. اللي ما يحب يطبخ راح عليه كثير، راح عليه كثير. مثلا رجال نوعين، في نوع بيحب كرشه وبيحب بطنه أمثال أخوك. وفي أنواع ترى يختارون الحريم بس عشان الطبخ. أهم شيء عندهم في حريم عندهم، وفي رجال ما بيحبوا يفوتوا على المطبخ نهائيا. صح. وكثير في ناس بفترة كورونا إن شاء الله هيك إن شاء الله بتزول هالأزمة إن شاء الله. آمين. في كثير ناس وقت قعدت بالبيت تركت شغلة وقعدت بالبيت قامت صارت تجرب، وفي ناس صارت شيفية من وراء القعدة بالبيت لأنه فات على المطبخ وجرب. نعم صح. يلا ياسين شو سؤالك كان؟ وصفة شو؟ هذي أنا اخترت بين هاي. هذه لبن عادي؟ هذا لبن بيتاكل قدام الأوزي. هذا لبن مع خيار مع نعناع. كيف قدام الأوزي؟ مع هذا يعني هذا أقرب المقبلات مع الأوزي، مع الرز بزالة لبن يعني هذا لبن بخيار. نعم مع الأوزي. أيوة هذه. إنزين هذه الأكلات هل هي غدا عشاء فطور؟ لا هذا غدا. هي وجبات رئيسية غدا. والعشاء طبعا. والعشاء بيكون شغلات خفيفة مثلا ممكن تبولة ممكن الفتوش ممكن شغلات هيك سناك خفيفة الشوربة شغلات يعني ما تكون ثقيلة الهضم مشان ما تعذب الواحد بأثناء النوم. شفت نتكلم عن التبولة ما شاء الله في كل مطعم أهم شيء نحن يعني أول طلب نطلبه التبولة والفتوش. نعم. الفتوش سهل لكن كلمنا عن وصفة التبولة. التبولة بتتميز إنه فيها فوائد كتير. البقدونس له فوائد لا تعد ولا تحصى. البندورة نفس الشيء، الليمون، البرغل، البصل، فما شاء الله يعني وجبة متكاملة. يعني إذا الواحد بيعيش على التبولة لحاله في عيش يعني للكل، للأم المرضعة، للطفل، للكبير، للصغير، يعني بتناسب الكل. حلو. وما بي
يعني ما بيمنعوها عن حدا لأنه فوائدها جمة كتير كتير وطيبة وبأي مطعم مثل ما تفضلتي. من خلال وصفاتك هل تراعي أن كل أكلة تسويها تكون فعلا لها فوائد؟ طبعا 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 حتى في حلويات بتكون نسبة السكر فيها صحيح. بقول بخلال وصفاتي أنه سامحوني هاي الأكلة ديروا بالكم هاي فيها نسبة سكريات عالية فيها هيك صح بحكي هذا الشيء طبعا صحيح. ذكرت الحلويات خبرنا عن أكثر الحلويات اللي موجودة في سوريا. القطايف القشطة الكنافة المهلبية نعم المهلبية المحلاية المدلوقة النابلسية. النابلسية هي مو من عنا أساسها بس يعني كمان صرنا مشهورين فيها وبصناعتها. نعم هذه نعم النابلسية نعم في منطقة بس تركية هذه لا النابلسية من نابلس أساسها من نابلس من صحيح. فلسطين نعم موجه لهم تحية صحيح أكيد طبعا. إذا الشيف أنت الحين طبخك كله مطبخ سوري ما فكرت أنك تروح المطابخ ثانية؟ طبعا وجربت أثناء إقامتي بالسويد وفتحت شغل أنا بالسويد فجربت الأكل الأوروبي وشكل وطعمه وخليطه شو هو ودوقتهم كمان أكلنا كمان أعجبوا بأكلنا كتير أكثر نعم نعم مزين. الكبة الحين قصة قوية قصة الكبة النية شو قصتها؟ الكبة النية هي لحمة نية نية لحمة نية ومع برغل في ناس نعم لحمة نية؟ نعم بس ما تاكليها لانه يعني تخافي من اي شيء لانه هذا اللحمه إلى طقوس خاصه بتتحضر فيها يعني هل انت يعني غليت اللحمه هاي ولا لا تنحط بالفريزر اكثر من اسبوع وبدرجه يعني تجميد لا 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 ابدا 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 بالعكس بالعكس جرب ودوق وعلى مسؤوليتي يلا نجرب بسم الله انا ما اقول لا ومن اطيب من المقبلات اللي بنقدمها شيف زين كمل كيف إيه؟ طريقه الطبخه هذه ولا اسهل منها بس بننقع البرغل بي 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 ترطيب ترطيب طعمها شوي غريب طعمها غريب ياسين كيف طعمها تقريبا يعني شوي غريب اللحنة كيف تتعاملوا وياهم هاي بس اهم شيء انها تتفرز قبل مشان ما يكون فيها اي بكتيريا او اي شيء ضار ويضر او يأذينا وتتحضر مع بننقع شوية برغل ومنحط معها اللحمة وندعكها دعك وأهلينا أول كانوا هي يدقوها بالجرن جرن حجر ودقاقة خشب وتحطون توابل خاصة وياها طبعا طبعا في المردكوش الملح الفلفل الكمون في لها كتير نعم عبير أنا زعلان منك ليش زعلان قلت ورق العنب وأنا ما أكلت منه هذا شو يسمونه قلت لي قال لي شيء هذا مش ورق يالنجي 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 الاسم اليالنجي اسم تركي نعم يعني الكذاب يستاكل نعم لأنه هي حشوتها كذابة إنه بدون لحم حشو الكذاب خضار بس خضار بس غريب طعمها بس لذيذة أرق ونبع جميلة أي من أطيب المقبلات اللي بتتقدم زين نتكلم عن الحلويات السورية نعم اللي هي عندك الكنافة المبرومة نعم كيف طريقة عمل الكنافة؟ كل كنافة في إلها طريقة شكل بس مثلاً أي كنافة بتحبي بقلك عليها مثلاً ممكن تحضير العجينة بالبيت والأفضل تنجاب من السوق لأنه كتير بتعذب ولحتى تطلع 100% منجيب عجينة الكنافة منفرمها ومنحطها على الغاز وشوي شوي هيك على نار هادية رح نعملها تهبيل لحتى تطلع منها هاللهبة هي وتروح طعم العجين منها بعدها بيضاف السمنة والسكر والمطيبات وبتطلع هيك من مدة وبعدها منحط فوقها القشطة المغلية أو القشطة النية وبتطلع إن شاء الله في ناس طيبة. يحبوها بالجبنة بعد طبعاً كل تمام. حد يحبها كيف تمام كل واحدة لها طريقة شكل بس هي اللي أعمل لك عليها اسمها الكنافة المدلوقة موجودة بقناتي زين هذا ما عرفنا شو هالعيش هذا الرز شكله عيش رز عشعيرية الرز نحن بناكله قدام الكبة اللبنية يعني مع الكبة يعني اللبنية أيوة كبة معلقة رز أيوة سموح عاد انا ان شاء الله الف هنا قضيت عليه ان شاء الله عوافي والف هنا يا رب بس لذيذ جدا الله ان شاء الله عوافي وهذا تي فوق الكبه ايوه طبعا شيف ما ننسى نحن الصراحه نبارك لك على حصولك الاقامه الذهبيه في الامارات شكرا كثير وانا كمان من خلال منبركم هاد وقناه الظفره المميزه بتشكرك وبتشكر الحضور وبتشكر دولة الإمارات حكومة وشعبا على هاللفتة الكريمة والاهتمام فينا وحصولي على الإقامة الذهبية الحمد لله بنهاية العام الماضي يعني من شهر 10 حصلت عليها وهلا انتهزت هالفرصة هاي لحتى اتشكر كل مين اعطانا هالاهتمام هذا نعم. ايه والله بتشكركم كثير دولة الإمارات العربية المتحدة دائما تدعم المبدعين
تبدع المتميزين، تبدع اللي أكلهم لذيذ أكيد إن شاء الله. يعني هذا الأكل، هذا الأكل واحد من أكبر أسباب حصولك على اللقب الذهبي. أكيد مبدع ومميز إن شاء الله. الله يقدرنا ونرد هذا الجميل إن شاء الله، ولو ردينا جزء منه لدولة الإمارات وهذا شرف كبير لنا. الله يحفظك ويطول عمرك إن شاء الله. عبير شو أشوف المنظر؟ أنت كمل الأكل خلاص. نحن وصلنا لنهاية الحلقة مشاهدينا، نتمنى أنكم استمتعتوا اليوم بمواضيع حلقتنا. ترينا إن شاء الله باكر في نفس الموعد. وداعة الله. وداعة الله إن شاء الله.